سعيد بالاستدعاء اللي تم استدعاء ديال اليوم باش نحضر هذه الليله ديال النجوم. كنتمنى انه تدوز اجواء مزيانه وانه نتمتعوا كاملين بالامسيه. كما كيعرف الجميع الموسم ما كان ساهل، كان بزاف ديال التوقفات، الشيء اللي كان كيأثر على المردوديه ديال المباريات. ما بقاوش لنا بزاف ديال الماتش، عندنا مباراه وحده على المقابله النهائيه ديال كاس العرش، دونك غادي نمشيو ونعطيو كل ما عندنا باش اننا نجازو فريقنا هذا شبركان ونكونوا في النهائي ولمالا نتوجو بالكاس ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.